كلمة مدير المستشفى سعادة الشيخ عبد الملك أمين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنها إرادة الله عز وجل أن جعلنا جميعا نعمل في هذا المستشفى والصرح المبارك بإذن الله وعليه، فإني أتشرف بكم جميعا وأفتخر بالعمل معكم. إن هذا اليوم المبارك بحمد الله من أجمل أيام مستشفى الأمين، حيث نحتفل بنجاح مستشفى الأمين من أول مرة بالحصول على شهادة الجودة سباهي في مرحلتيها الأولى والثانية بكل اقتدار بحمد الله. وهذا تميز يحسب لمستشفى الأمين ويكتب بماء الذهب لله الحمد، حيث أن معظم المستشفيات العامة والخاصة لم ينجحوا في ذلك إلا بعد ثاني أو ثالث مرة. وعليه أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير العظيمين أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة أهل الأمين لقسم الجودة بمستشفى الأمين، وفي مقدمتهم رئيسهم السابق الدكتور ياسر جميل ورئيسه الحالي الدكتور حسين، على رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور عدنان أمين المشرف على القسم. نعم، فلهم جميعا جزيل الشكر والعرفان والامتنان، وهذا الشكر والعرفان والامتنان موصول لجميع منسوب المستشفى الذين ساهموا في هذا النجاح، وخاصة رؤساء الأقسام الذين تعاونوا التعاون المثمر في الحصول على هذا النجاح العظيم. ومما لا شك فيه أيضا أن هذا النجاح له أساس متين وقواعد راسخة وثابتة لله الحمد، وذلك لأن أي بيت أو أي مشروع أساسه أو قواعده هشة لا يمكن أن يستمر، فضلا عن أن يتطور ويحرز مثل هذا النجاح المتميز لله الحمد. لذا فإن العرفان والشكر العظيم والدعاء يكون أولا للمؤسسين الذين تعاونوا بكل محبة وصدق، فكان تعاونهم من قطع النظير في بناء هذا الصرح العظيم. لقد كان حلما قبل 40 عاما، ولكن أمام صدق وعز وعزم وإصرار المؤسسين أصبح هذا الحلم حقيقة. فكان منهم من اشترى الأرض، وكان منهم من سعى في الحصول على الترخيص والقرض، وكان منهم من أشرف على البناء وعلى التأثيث. نعم، لقد تحقق هذا الحلم بفضل الله، ثم بفضل جهود المؤسسين الصادقة المخلصة. فكانت بحمد الله أول مستشفى خاص بالطائف، حيث كان أول من وضع أسس إدارة مستشفى الأمين عميد الأسرة الشيخ محمود أمين رحمه الله، بعد تقاعده من إدارة الشؤون الصحية بالطائف، الذي كان لديه خبرة عظيمة في الإدارة لمدة أكثر من 30 عام. نعم، لقد أسس مع إخوانه الأطر العظيمة لإدارة مستشفى الأمين لخدمة أهل الطائف ومساعدة المحتاجين والضعفاء. فبارك الله في إدارة الشيخ محمود أمين رحمه الله المتميزة، مع أول مدير طبي متميز الدكتور السعداوي رحمه الله. ثم أراد الله أن يتولى إدارة المستشفى الشيخ عبد الشكور أمين رحمه الله بكل عزم واقتدار، والذي سار على نهجه هو الأخبر عميد الأسرة ومساعدة إخوانه في الإدارة الشيخ أحمد أمين والشيخ صالح أمين رحمهم الله جميعا والشيخ عبد الغني أمين حفظه الله لنا جميعا. فبارك الله في تعاونهم وجهودهم المباركة. وكانت مستشفى الأمين في تلك الفترة في عصرها الذهبي، حيث كان يشد من عزم إدارة الشيخ عبد الشكور أمين المدير الطبي المتميز الدكتور مجدي رحمه الله. فبالإضافة إلى هذا التعاون بين الشيخ عبد الشكور والمدير الطبي الدكتور مجدي، كان هناك أطباء متميزون، وفي مقدمتهم الدكتور محمد يوسف حفظه الله، والدكتور أحمد السعيد حفظه الله، والدكتور محمد النفاذي حفظه الله، والدكتور زارين حفظهم الله جميعا. ثم أراد الله عز وجل أن أتولى إدارة المستشفى منذ عام 1424 هجري مع المدير الطبي المتميز الدكتور سليم، الذي بذل جهودا عظيمة خلال 13 عام الماضية في هذا التطور العظيم لله الحمد، ولا زال استشاري أمراض صدرية ومدير للعناية ومستشار تنفيذي عضو مجلس الإدارة، كما أن نائبه الدكتور صالح أبو زيد وأيضا الدكتور دعاء والدكتور دفع الله كان لهم المساهمة الفعالة في بداية الأمر في هذا التطور.
وقد تم توثيق ذلك في كتاب للابن هدى أمين. كما أن الشيخ عبد الغني أمين رحمه حفظه الله والشيخ عبد الشكر أمين رحمه الله كان لهم الفضل الأول بعد الله في مؤازرتنا والدعاء بالتوفيق لنا وللأستاذ عبد الوهاب أمين، ثم انضم إلى مجلس الدار الأستاذ عبد المنعم أمين والدكتور عدنان أمين والمهندس عصام أمين الذين قدموا الكثير والكثير وشد من عزمنا في هذه التوسعات الكبيرة وفي هذا التطور العظيم لله الحمد. ثم أراد الله عز وجل أن يكون مؤخراً المدير الطبي للمستشفى الدكتور عبد البديع أمين المتميز في دوامه ونشاطه وعطائه وخبرته الكبيرة في الإدارة الطبية، فنسأل الله أن يأخذ بيده ويعينه لتحقيق المزيد والمزيد من التطور والتقدم الذي يثلج الصدور بإذن الله. فهو بحمد الله خير خلف لخير سلف، فله وللدكتور سليم منا جميعاً جزيل الشكر وكل التقدير. وفي الختام فإن خير الكلام كلام الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأن خير الهدي هدي أعظم إداري ناجح على وجه الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسس سياسة الفريق الواحد بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وبقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وعليه يتعين علينا جميعا أن نتبع سياسة الفريق الواحد لنكون كالجسد الواحد، إذا تألم تألم الجميع وإذا فرح فرح الجميع، لنشد من عزم بعضنا البعض بكل صدق وأمانة، وأن نشكر الله ليزيدنا من فضله. والشكر ليس باللسان فقط، وإنما الشكر الحقيقي هو بمساعدة الضعفاء وبالعمل الجاد المتواصل بكل إخلاص وبكل محبة فيما بيننا نحن جميع منسوب المستشفى كل فيما يخصه. وفوق ذلك نقصد بكل أفكارنا وأعمالنا وتعاوننا وجه الله ليرضى الله عنا جميعا فيعيننا ويبارك لنا جميعا في جهودنا وفي أرزاقنا وفي صحتنا وفي أهلنا وذرياتنا، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك فالمحبة الصادقة والتعاون المخلص مطلوب منا جميعا في كل وقت وحين، ولكن الآن مطلوب أكثر وأكثر مع هذا الركود الاقتصادي العالمي والحروب المستعرة والتي يشعل نارها أعداء أمتنا المسلمة التي تدمر المصالح والمستشفيات والمؤسسات الخاصة والعامة لتتوقف عن العمل ولتتشتت الجهود ولتتمزق الأمة لا سمح الله. فنسأل الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يزيدنا جميعا محبة صادقة لبعضنا البعض، وأن يوفقنا لمزيد من التعاون المخلص ليبارك في جهودنا جميعا لنرتقي بمستشفانا، وذلك وبذلك نكون بحق من المساهمين بعون الله وتوفيقه في كشف الغمة عن الأمة. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.